كثير من أصحاب المخيمات في الصحراء على العناية بالأشجار البرية والسعي لزراعتها. عبد العزيز الحفيتي أحد هؤلاء الذين بدأ هو أيضا منذ 15 سنة بزراعة الأشجار في الصحراء. المزيد في تقرير الزميل أحمد العثمان. في كل يوم منذ 15 عاما اعتاد هذا الرجل أن يسقي ويعتني بهذه الأشجار البرية بالقرب من مخيمه مشكلا بقعة خضراء داخل الصحراء. كشات قبل 15 سنة بالضبط، طلعت بهالمكان هذا، كان بسيط يعني، طقت خيمة عمود. تطور الأمر، بديت على شوي بديت يعني أنبسط بالجلسة، لصرت حولي المشجار اللي هو الرمث والأرطة، طبعا زراعت اللي هو الأرطة والسدر، واعتنيت بالرمث. أنا الرمث كان موجود لكن اعتنيت به اللي أن يسقيه وتابعه يوميا، إذا ما جيت جاء أحد ينوبا يسقي يوميا كل يوم، خاصة بالصيف لازم مع أذان المغرب الساعة 5:30 لازم نسقي. مع اقتراب مغيب الشمس تجده يستأنس متجولا بين الأشجار، حيث تجاوزت المساحة الخضراء من حوله 80,000 متر مربع تحتضن أنواعا مختلفة من الأشجار البرية. مثل هذه الحين المكان هذا ل 15 سنه، الشجره هذه لا 15 سنه ما حد لمسه. دائما بعض المخيمات اللي يطق المخيم، اول ما يطق المخيم بدا يحطب يقص من هالشجر، يعني يحوس المكان، يصير ارض قاحله صراحه. يعني لو لاحظت الحين اللي حولنا مثلا، شوف النفود الحين ما ابو شجر، ما ابو مشجر ابد، لكن المكان هذا تشوف كله شجر رمث ارطه، صراحه جميل. ما طلعت أنا إلا بوسع صدري وتنظر بالأشجار، يعني طالع إلا البر أنا. يساهم كثير من المتنزهين بالزراعة والعناية بالأشجار البرية في ظل الحملات المتواصلة للتشجير في سبيل إيجاد مكان تلفه الطبيعة للتنزه به والاستمتاع بجماله. أحمد العثمان، MBC، بريدة.